اقولكوا كلكوا انا لسه جعان قوي. انتوا فين يا حيوانات الغابة؟ وريني كده يا ملك الغابة تعمل فيا ايه؟ ايه ده الله الله، كان فين شجر التفاح ده كله من الصبح؟ ده انا جعان من بدري قوي ولفت الغابة كلها وما لقيتش اكل. الله الله. الله الله، التفاحة دي طعمها حلو قوي، احلى من التفاح اللي انا دقته كله في حياتي. في حاجة غريبة كده فيها، مسكرة وحلوة. الله، ايه ده، انا حاسس ان بطني بتوجعني قوي. اي 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 اي، انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده، انا بقيت ذئب متحول، انا بقيت وحش، انا بقيت ذئب كبير كده ليه؟ انا بقى عندي عضلات كتيرة كده ليه؟ ده على كده بقى هخوف اي حد من الحيوانات ومحدش هيقدر عليا في الغابة كلها. انا اقوى واحد في الغابة، انا اقوى واحد في الغابة. انا اقوم بقى دلوقتي اروح اشوف اي حاجة اكلها في الغابة، تفاح ايه وبتاع ايه اللي هاكله. ايه اللي جاي عليا من بعيد ده؟ ايه ده؟ ده وحش ده ولا ايه؟ سيبني يا عم الوحش في حالي. اسيبك ده ايه ده؟ انا ما صدقت الاقيكي، تعالي لي يا بقرة ياسمينة. هم 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 هم. سيبني في حالي. يا سلام، طعم البقرة دي لذيذة جدا، اما اروح بقى ادور على غيرها. ماما ازاي؟ معلش بقى يا بقرة يا صغيرة، يلا هربي معانا قبل ما يجي. مش هتلحقوا تهربوا يا حيوانات، تعالي لي يا بقرة يا صغيرة. ازاي تاكل مامتي يا ذئب؟ وهخليك تحصليها دلوقتي يا بقرة يا صغيرة. الحقوني يا اصحابي، الحقوني يا اصحابي. البقرة دي ما شبعتنيش، كانت صغيرة قوي، انا هروح ادور على حاجة تانية. تعالي يا أرنب، هتروح مني فين؟ مالك يا أرنب؟ فيك إيه؟ زعلان كده ليه وبتجري كده ليه؟ الذئب العملاق، في ذئب عملاق عمال يجري ورايا عايز ياكلني. ذئب عملاق؟ وده جه منين في الغابة دي؟ لقيتك يا حلو، انت كنت مفكر يا ارنب يا صغير انت هتهرب مني. سيب الارنب صاحبي يا ذئب يا متوحش وامشي من هنا. اسكت يا دب، انت ما تعرفش ان انا هاكلك دلوقتي بعد الارنب. يا ماما الحقني يا دب، الحقني يا دب. اما اهرب بسرعة، ده كان الارنب. ارنب لذيذ. الله، ايه ده، هو فين الدب؟ هو هرب؟ انا هجيبك يا دب ولو تحت الارض. مالك يا دب بتجري ليه؟ اجري يا فلافيلو اجري، تعالى نستخبى، الذئب المتحول بيجري وراي. ذئب متحول؟ يا ماما يلا بينا نستخبى. يلا يا فلافيل ندخل الكهف ده نستخبى فيه من الذئب المتحول ده، علشان لو شافنا هياكلنا. يلا يا دب بسرعة. هما راحوا فين حيوانات الغابة دولي؟
ده زي ما يكونوا اتفقوا عليا واختفوا كلهم. ده انا الذئب المتحول، ده انا هدور عليكم كلكم وهاكلكم كلكم. انا لسه جعان قوي، انتوا فين يا حيوانات الغابه؟ جاي لكم دلوقتي. ايه الكهف ده؟ اما ادخل ادور فيه على اي حيوان مستخبي ولا حاجة واكله. الحيوانات دي كلها هربت مني ليه؟ هم عرفوا ان انا في الغابة ولا ايه؟ انتوا هنا يا حلوين مستخبيين؟ لقيتك يا دب ياسمين، وايه ده كمان اللي معاك؟ فيل سمين وكبير وهيكفيني لمدة يومين اتنين. انا هبدأ بالفيل، تعالالي يا فيل يا ابو زلومة. لا يا وحش ابعد عني، سيبني في حالي، سيبني في حالي. هو الدب قدر يهرب مني تاني؟ طيب انا بطني اتملت بالفيل ده دلوقتي، هنام هنا شوية وابقى اصحى اروح ادور عليه واجيبه واكله. ملك يا دب بتجري ليه كده؟ الذئب المتحول بيجري ورايا، وكان الفيل صاحبنا، وكان الارنب وعايز ياكلني دلوقتي. يلا يا زرافة يلا نهرب. يلا احنا لازم نروح للاسد سيمبا يشوف لنا حل في الذئب ده، احنا هنفضل نهرب منه كتير كده. يلا بينا يا زرافة بسرعة على الاسد سيمبا. انا نمت كتير قوي وصحيت جعان قوي، انا هروح دلوقتي ادور على اكل في الغابة واشوف الدب ده راح فين. انا لازم اكل الدب ده، كل شوية يهرب مني. يا ملك الغابة يا ملك الغابة الحقنا يا ملك الغابة. خير يا حيوانات الغابة؟ الذئب المتحول يا ملك الغابة بيجري ورانا وعايز ياكلنا، انقذنا يا ملك الغابة. ذئب متحول هنا في الغابة بتاعتي؟ هو فين؟ ورهولي. انا جيت لكم يا حلوين، انتوا هنا عند الاسد علشان اكلكم انتوا والاسد. تاكل مين يا حبيبي؟ انت مفكر نفسك عند قطة ولا ايه؟ ده انا ملك الغابة، ده انا الاسد سيمبا. طيب وريني كده يا ملك الغابة تعمل فيا ايه؟ طيب خد في دماغك بقى. انا اسف يا ملك الغابة. وده جزاء اللي هيفكر يبص للحيوانات بتاعتي او يأذيهم. متنسوش يا اصدقائي تعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس